إطار الملكة شجرة الدر كانت تتصور لما لمت كل مجوهراتها ودقتها بالهون لما حست إن في مؤامرة عليها، إن نفس المكان ده اللي شاف أيام مجدها وعزها مع السلطان الصالح نجم الدين أيوب هيجي يوم ويبقى أشهر سوق للمجوهرات والصيغة في مصر كلها؟ ما ظنش. حارة الصلحية اللي في قلب الساغة، حارة الصلحية دي بقى هي أكبر سوق للأحجار الكريمة في بر مصر كلها، الحجارة الخام والمتصنعة والمجهولات اللي بتتعمل منها كلها بتخرج من هنا. السوق ده بيلاقي إقبال كبير من مصممين المجهولات والحلي ومهندسين الديكور ومصممين الأزياء وحتى الناس العادية اللي بتحب الحجارة الكريمة وبتحب تلبسها في خاتم أو عقد أو سلسلة أو حتى عشان يزوقوا بيها هدومهم أو بيوتهم. ده طبعا غير السياح اللي بتلاقي في عيونهم نظرات الانبهار لما بيشوفوا كل ده في الحارة الصغيرة دي. في 4 أنواع مشهورة للحجارة الكريمة الغالية، هي الألماز والياقوت الأحمر والزمرد والزفير، ودي بتتوزن بالإيراد. أما الأحجار الكريمة التانية زي الفيروز والعقيق واللبس والتورمالين والكوارتز والأكوامارين والأماتيست فدي بتتوزن بالجرام. يعتبر المرجان من أشهر الأحجار اللي بتنتجها مصر من البحر الأحمر. أما أندر أنواع الفيروز الأزرق فهو موجود في مصر في سانت كاترين وبيوصل سعر الجرام منه ل 500 جنيه. أما الأحجار المستخرجة من الجبال أو المناطق البركانية والرسوبية فمن أشهرها العقيق واللي فيه منه 3000 لون من جميع ألوان الطبيعة. أنا اسمي عصام رشاد، بشتغل في المجال ده وأنا عندي 8 سنين وليه باع طويل يعني، وأصلا بعمل الشغل ده بإيدي يعني، أصلا قبل ما أعلم صاحب محل فأنا أصلا صناعي، فبشتغل في الفيروز المصري. الفيروز المصري ده يعتبر حجر مشهور الأول على العالم، هم 3 مناجم في العالم، مصر وإيران والصين، وأشهرهم والأول على العالم هو الفيروز المصري بتاعنا، لأن هم استخدموه في الفراعنة في تطعيم التماثيل والمرجان. وبالنسبة مثلا الناس بتحب إيه؟ بتحب الفيروز لأنه بيمنع الحسد، بتحب اللولي والزبرجد لأنه ذكر القرآن، بتحب الياقوت لأنه طرد الشيطان، وكل واحد بيشوف حجر بيبقى حصل فيه ارتباط بيني وبينه، بحيث ان انا لو قلعت مثلا الحجر ده وانا لابسه ابقى حاسس ان انا متضايق او مش في المود بتاعي، فبختار الحجر اللي انا احبه. ممكن يكون الحجر ده غالي وممكن يكون حجر ده رخيص، ممكن يكون معايا فلوس كتير بس الحجر بتاعي اللي انا بحبه مش غالي. طبعا طبيعه كل حجر بتختلف عن التاني، لكن في سمه عامه وهي ان كل الاحجار بتكتسب لونها على حسب درجه حراره الجو اللي هي فيه، وكمان ممكن تلاقي اختلافات طفيفه في اللون في نفس العمر. دلوقتي احنا عندنا انواع كتيره جدا من الخامات الاحجار الكريمه بتطلع من جميع انحاء العالم. نفترض مثلا ناخد منها مثلا عينه زي العقيق. العقيق ده بيطلع من البرازيل وبيطلع من عندنا هنا من مصر، وبيطلع في الوان كتيره جدا اكتر من 3000 لون. بيستخدم منها بقى حاجات كتير، بتتاخد الاول بتتقطع عشان يبان شكلها الداخلي، بتتصنفر وبتتلمع، بعد كده بتتقطع على أحجام بل بتعمل أساور وتعمل أحجار في صوص الخواتم، وتعمل بقى منها أشكال تانية كتير زي التماثيل، المباخر، الفازات، الحاجات دي كلها. في عندنا أنواع تانية برضو وهي أشهر الأحجار زي اللابس، اسمه لابس لازولي وبيبقى لونه كحلي، ده برضو بيخرج من هنا، بيطلع من هنا من مصر ومن أفغانستان، وبرضه بيقوم بنفس العمليات يعني، بيخش برضه في التقطيع والتكشيف وبعد كده بيتحكم الحجاره والبلي وبيتعمل بيه الاعقاد والفصوص بتاعت الخواتم. ده كان ألبوم صور النهارده، وان شاء الله كل كام يوم هنجيلكم بصور جديده من مصر الجميله.